اهلا اهلا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتوا وكل اللي بتحبوهم. اليوم راح اعمل زعتر اخضر اللي هو الورق، مثل ما انتوا شايفين هذا هو الزعتر الورق. العجينه مثل العجينه السابقه اللي انا عملتها من قبل، هي نفس العجينه، انا عجنتها هي هون اوريدي، راح اورجيكم اياها. شوفوا ما احلاها، خمراني وبتجنن. هلأ حورجيكم كيف حنعمل قراص الزعتر إن شاء الله. هلأ رح نبلش ناخد قطع من العجينة، هحط إيدي بالزيت. راح احط هون الزيت على الكاونتر كمان. راح افردها تكون رقيقة، ما احلاها العجينة سخنة، لاني كنت حاطيتها انا بالفرن، مدفيته شوي صغير كنت للفرن ومسكري عليه وحاطه العجينه. هلا راح احط الزعتر الورق. انا حاطه على الزعتر الورق حاطه عليه سماق وبصل وشويه فلفل وملح، لا تملحوا لانه السماق فيه ملح. هلأ بنردها بهذا الشكل وبنجيبها من هون بهذا الشكل كمان، وبنحط كمان من الزعتر هون. فينا نعمل زعتر مع جبنة كمان. هحط كمان شوية ثانية هون. نفردها قد ما نقدر. انا طبعا هخليها ترتاح هلا شويه بعد ما حطينا الزعتر فيها. شايفين كيف بتنفرد معانا بشكل كتير حلو. هلا هون بالصينية راح اخذ قطعة ثانية كمان. نفردها بشكل كتير منيح. راح اوزعهم هدول بهذا الشكل، ما راح اكتر كتير لاني راح احط بين ال راح احط مره ثانيه فوق هون في هاي المكان. يعني بتصير كانه اربع مرات احنا رديناها. شايفين حبايبي كيف؟ هاي هيك رائعة، كتير كتير منيحة. حطها بالصينية.
نخليهم يرتاحوا، نبرد نمدهم مرة ثانية. أنا طبعا حميت الفرن هلا على درجة حرارة 450، لأن المعجنات بدها فرن يكون حامي أحسن. أنا عملت العجينة يعني مو رقيقة كتير كتير على الآخر، لا خليت شوية فيها لأنها بتطلع أطيب. بنوزع الجبنة منيح، وبشوفكم ان شاء الله بعد ما اطلعهم من الفرن. هاي بيشوفوا بعد ما خليتها ترتاح، رديت مديتها بالصينية هاي اللي كانت قطع صغيرة، شوفوا كيف صارت كبيرة بتجنن. هدول الزعترات فلسطينية بس مزروعين عندنا بكندا بحديقتنا، وان شاء الله تجربوا ويعجبكم. اكيد انتوا عندكم الزعتر هناك بجنن كتير كتير كويس وحلو، احنا هون قليل منلاقي فاحنا زارعينه في البيت عندنا في حديقتنا، وان شاء الله بس يطلع من الفرن راح افرجكم. هاي بيشوفوا الفطير الزعتر كيف طلع، شوفوا شوفوا ما احلاه، شوفوا الجمال ما شاء الله شيء بشهي. يا ريتكم معنا تجربوا كثير لذيذ عن جد. المرحلة النهائية حبايب قلبي، شوفوا كيف الفطير الزعتر قطعناه بالشكل الحلو هذا وريحته بتشهي، لازم تجربوا كثير كثير طيب. وعملت شوية منقيشة صغيرة بس عن جد لازم تجربوا. وكل هذا كان اليوم من مطبخي مطبخ انتصار، وتابعوني دائما لحتى تشوفوا كل شيء جديد عم بقدمه. شكرا جزيلا لمتابعتكم.